المحلل السياسي التركي سيد يوسف كاتب أوغلو. سيد يوسف أرحب بك في هذه النشرة. مساء الخير. نعم. نأتي لكم وللسادة المشاهدين. نعم. بداية سيد يوسف، كيف تابع الجانب التركي التحركات الأخيرة للاتحاد الأوروبي بخصوص العملية البحرية؟ طبعا تركيا ترى بأن الاتحاد الأوروبي هو يعتمد في ازدواجية المعايير في جميع الملفات التي تتعلق بالمنطقة وتتعلق بتركيا، ولا قيمة لما يقوم به الاتحاد الأوروبي لأنه لن يستطيع أن يقوم بشيء، فهو أفلس سياسيا ودبلوماسيا في الملف الليبي، وجد ذلك واضحا من خلال عدم دعمه للشرعية وحكومة الوفاق، وجدنا ذلك في ازدواجية المعايير من خلال فرنسا التي تتشدق وتقول بأنها هي تدعم الأمن والاستقرار، وهي تقوم بتزويد حفتر ودعم حفتر سياسيا ودبلوماسيا على حساب الشرعية في ليبيا. يا سيدي، دولة تركيا دولة ذات سيادة، وهي نسقت مع حكومة ذات سيادة، والاتفاقيات كلها المبرمة هي اتفاقيات دولية تم تثبيتها وفق الأمم المتحدة، وبالتالي الحدود البحرية التي تم ترسيمها بين تركيا وبين ليبيا هي تم اعتمادها وتم إنهائها، وهذه اتفاقيات ثنائية بين بلدين ذات سيادة، ولا أحد يستطيع وليس لأحد له الحق أن ينصب نفسه شرطيا ليقوم كأنه الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، ويقوم بقضية أن يراقب حدود بحرية بحجة تهريب سلاح أو البشر أو غير ذلك. القضية أكبر من ذلك بكثير، واضح بأن الاتحاد الأوروبي يبحث له عن مبررات ليعيد ترتيب تدخله في الملف الليبي، واحد. ثانيا، للضغط على الحكومة الشرعية حكومة الوفاق، ثانيا. ثالثا، لمحاولة إعادة إنتاج حفتر ودعمه مرة أخرى بعدما تلقى ضربات موجعة من خلال الوجود التركي والتعاون التركي في هذا المجال. الحكومة التركية تراقب على كسب هكذا تصريحات، ولكن لا قيمة لها على أرض الواقع. على أرض الواقع الموجود أن هنالك تركيا كدولة ذات سيادة نسقت ووقعت مع حكومة ذات سيادة، وبالتالي هذه جعجعات إعلامية لن ينتج عنها غير أن يكون هنالك استمرار لما يسمى الازدواجية المعايير في التعامل مع ملفات المنطقة. نعم. إذا أنت سيد يوسف تقول أن هذه العملية المتخذة من قبل الاتحاد الأوروبي لن تستطيع التأثير على الدعم التركي لحكومة الوفاق بحريا، يعني لا تستطيع إيقافها في البحر. طبعا لا قيمة لذلك. تركيا منذ أن تم توقيع هذه الاتفاقية وكان هنالك جعجعات أخرى من اليونان التي صرحت، ولكن لم تجرؤ أن تقوم بعمل شيء ضد تركيا، وإنما قامت ببعض الإجراءات الدبلوماسية والسياسية من إخراج السفير الليبي من أراضيها بأنه شخص غير مرغوب به، وقامت أيضا بمحاولة عمل لوبي مع كل من مصر وإسرائيل وقبرص. هذا شاهدناه في الشهور الفائتة. الآن التوقيت له دلالات أيضا، واضح تماما بأن التعاون التركي مع الحكومة الشرعية أمنيا واستخباراتيا وعسكريا أوجع الحليف المنشق، أو أوجع من هم خارجون عن الشرعية، وأعني هنا حفتر الذي يلقى دعما من هنا وهناك من تحت الطاولة، وبالتالي هم الآن يريدون أن يكون هنالك إعادة ترتيب الأوراق بحجة ما يسمى التهريب والإتجار بالبشر وتهريب السلاح. لا تهريب السلاح يا سيدي، هنالك دولة ذات سيادة اسمها تركيا، وهنالك حكومة شرعية معترف بها من قبل العالم هي حكومة الوفاق تمثل الشعب الليبي، وبالتالي اتفاقية أمنية تمت واتفاقية ترسيم حدود بحرية تمت، وبالتالي لا قيمة لما يتم الحديث عنه هنا وهناك. وإذا ما كان هنالك أي إجراءات على أرض الواقع سيكون لها رد حاسم من قبل تركيا. تركيا لا تسمح لأحد، وليست مضطرة أن يكون هنالك مراجعة ما تقوم به من اتفاقيات أو من تنفيذ لاتفاقيات أمنية وبحرية مع أحد.
نعم. والاتحاد الأوروبي من نصبه؟ هل هو الاتحاد الأوروبي ممثل عن الأمم المتحدة يعني؟ هل هو الاتحاد الأوروبي لم يبقى له مشكلة للأمن والاستقرار في العالم إلا هذا الملف؟ يعني ما بقي شيء نعم. حتى ينصب جزء نعم. مسؤول. نعم سيد يوسف، نعم هناك من يتساءل عن ماهية نية الاتحاد الأوروبي، يعني الجميع يعلم بأن هذه العملية متخذة لحماية يعني عدم إدخال السلاح إلى ليبيا من جهة البحر فقط، والجميع يعلم أن مجرم الحرب حفتر يدخل السلاح ويصل له الدعم عن طريق مصر. ما تعليقك حول هذا الموضوع؟ يا سيدي ليس فقط عن طريق مصر، حفتر هو يلقى أيضا دعما أوروبيا، يعني العلاقات المريبة الفرنسية مع حفتر خرجت إلى السطح الآن، يعني ماكرون هو يعني يدعم ويستقبل حفتر، بعض الدول الأوروبية تستقبل حفتر بالأحضان وكأنه هو الرئيس الشرعي أو كأنه الممثل الشرعي للشعب الليبي، وهو عبارة عن منشق عسكري وهو مجرم حرب وبرقبته دماء آلاف عشرات الآلاف من الشعب الليبي. وبالتالي الآن تركيا تقول، وهي رسالة واضحة، بأن ما يطلبه الاتحاد الأوروبي الآن هو أصلاً لا يمثل الاتحاد الأوروبي، يعني قضية إجراء مناورات بحرية أو تدقيق بحري لتفتيش وضبط ما يسمى تهريب السلاح، عليهم أن يضبطوا أولاً الدول التي هي الآن تدعم هذا المجرم المسؤول عن عدم الأمن والاستقرار. من الذي رفض توقيع وقف إطلاق النار في موسكو؟ أليس حفتر؟ من الذي وافقت توقيع وقف إطلاق النار في برلين؟ أليس حفتر؟ من الذي قال سنبيد طرابلس خلال 14 يوم؟ أليس حفتر؟ الذي يقصف الآن العاصمة، من يقصف العاصمة الآن؟ ومن يموجه بالسلاح؟ وبالتالي تركيا هي الآن قلبت الطاولة في وجوه هؤلاء الذين يريدون أن يكون لهم موطئ قدم طمعا في مصالحهم الاستراتيجية، وليس أصلا حبا في أن يكون هناك أمن واستقرار، وبالتالي نوايا خبيثة، والاتحاد الأوروبي لن يستطيع أن يقوم بعمل شيء، جعجعات إعلامية على الأرض لا قيمة لها، الموجود على الأرض هي تركيا بالتنسيق مع الحكومة الشرعية. سيد يوسف، هناك من يسأل، يعني إذا ما حاول الاتحاد الأوروبي إيقاف تركيا عن دعم حكومة الوفاق من جهة البحر، ما هي الخطوات التي من الممكن أن تتخذها؟ يا سيدي، بداية لا توجد مرجعية قانونية دولية للاتحاد الأوروبي أن يقوم بإيقاف تركيا. من الذي يستطيع أن ينصب الاتحاد الأوروبي لكي يقوم بإيقاف تركيا وهي دولة ذات سيادة؟ ثانيا، الاتحاد الأوروبي ما علاقته بالعلاقات الثنائية بين كل من تركيا وليبيا؟ الاتفاقات الدولية، الاتفاقات الرسمية، تركيا دولة ذات سيادة يا سيد، هذا واحد. ثانيا، لو افترضنا هذا السؤال بالإمكان تنفيذه بغض النظر عن شرعيته عن قانونيته، ما هي تركيا ثاني أقوى دولة في الناتو. نعم. فهناك دول أخرى موجودة في الناتو ترفض ما يتم الحديث عنه وكأن الاتحاد الأوروبي على قلب رجل واحد. إيطاليا حاليا مشغولة إلى العظم فيما تعيش من أزمات داخلية، إيطاليا تدعم تركيا في موقفها الداعم للشرعية في الملف الليبي، وبالتالي ألمانيا أيضا، إن كان ألمانيا موقفها ضبابي نوعا ما، ولكن على الأقل هي أيضا تريد أن يكون لها أن لا تخسر علاقاتها مع تركيا. لذلك لا أحد يستطيع أن يغامر أو يقامر أو أن يتجرأ ليكون هنالك مساءلة للدور التركي أو مساءلة للوجود التركي من خلال الحدود البحرية التركية الليبية. وبالتالي تركيا، والكل يعلم بأنها دولة لها وزنها الإقليمي ولها مكانتها في الناتو وفي الاتحاد الأوروبي، يعمل ألف حساب لكي لا يخسر تركيا. أما المغامرات السياسية والتصريحات التي هي فقط عبارة عن جعجعات إعلامية لا قيمة لها، هذه لا تؤثر، ولكنها عبارة عن، أتوقع هي عبارة عن رسائل أن تطمئن اليونانيين الذين هم الخاسر الأكبر بعدما خسروا مساحات كبيرة من الحدود البحرية التي كانوا يستولون عليها
بدون وجه حق، وجاءت الاتفاقية البحرية التركية الليبية لتعيد كل شيء إلى نصابه.